المكتبة المركزية في الحلاب محافظة بابل، مكتبة عريقة على مستوى المحافظة والعراق بشكل عام، تأسست عام 1936 ولا تزال حاضرة بدورها المعرفي والتثقيفي حتى اليوم. مكانها القديم كان في حي بابل، استمرت هناك يعني أكثر يعني ربما 25-30 سنة. بالستينات انتقلت لهذا المكان الموقع. المكتبة حقيقة تضم مصادر تقريبا بجميع نواحي المعرفة، يعني بالقانون، بالطب، الهندسة. أكثر من 21 ألف كتاب تضمها المكتبة المركزية في الحلة، وتتنوع الكتب على رفوفها لتشمل كافة العلوم وأصنافها. هذا الكتاب مختص للباحثين ومتيسر على رفوف المكتبة، بحيث يستفاد من عدد الباحثين والمختصين بشأن التربة والأكاديمي بكل الأصناف، يعني كل الأكاديميين على مستوى الجامعات أو كليات أو إعدادية أو متوسطة أو ابتدائية، وحتى يعني يوجد شلون سفرات الطلبة الأكاديمية، يعني باعتبارها هي هم تراث يعني محتوي على كتب قديمة وحديثة وتاريخية، فتعتبر عن سفرات مدرسية. الأرشيف بالمكتبة المركزية عندنا هناك كتب الوقائع العراقية من سنة 1936 لغاية 2009، وعندنا بالإضافة إلى هناك كتب الأنظمة والقوانين، هم يشمل أنظمة والقوانين، القوانين المدنية في النظام في عهد الملكة العثماني وفي عهد الدولة العثمانية. لكن تردي الخدمات في المكتبة من كهرباء وإنارة وماء وتكييف وحاسبات وغيرها قلل عدد رواد المكتبة بشكل كبير. اللي يجون هنا عن الباحثين أكثر، بس الرواد القراء ما يجون لهنا لأنه الظروف هنا ما مهيئة. كهرباء تنقطع يعني على طول، التبريد لهاي الأجواء يعني ما مهيئة، ظروف الإنارة يعني، وكذلك نظام هنا الدوام بالأوقات الدوام الرسمي. ويأمل الباحثون عن العلوم في محافظة بابل أن تعود المكتبة إلى سابق عهدها بخدمات وظروف تساعدهم على إرواء عطشهم للمعرفة.